منتابع ببيروت، وبفقرتنا التالية رح نتعرف على طريقة العلاج بزيوت العطرية مع ضيفتنا كوثر شيء. أهلا وسهلا فيك كوثر. بونجور، أهلا وسهلا فيكم. بداية، شو العلاج بالزيوت العطرية كوثر؟ العلاج بالزيوت العطرية مثل ما كلنا بنعرف الاسنشل اويل هي روح النبتة، وهي كتير مطابقة للدي ان اي تبعيتنا، يعني فيها نستعملها وما فيها سايد افكت ابدا. أوكي. وهيدا كان علاج معروف من زمان بس نحن نسيناه. هلا عم نرجع نحكي فيه، العلاج بالزيوت العطرية قديش هو فعال وشو ممكن يعالج، شو ممكن يفيد، مين ممكن يفيد. هلا القصة هي اذا بدك تحكي كيمستري، هو بيشتغل على المولكيولر ليفل، يعني فكتير بيكون الافكت لكل الامراض بيكون فيها افكت كتير قوية، ومن كل زيت من الزيوت اللي بنستخلصها من كل النباتات اللي بنعرف فيها بناخد منها الأدوية وبناخد منها كل الأنزيمات وال الفوائد أكيد اللي بناخدها لصحتنا، فبناخدها ومنعالج فيها عدة أشياء. بس أهم شيء اللي بنعمله مع العلاج هيدا، يعني بيكون في علاج بالبيت وبيكون في علاج معنا بالثيرابي، وتشزي نوع من المساج اللي بنعمله من تدليك exactly. بهالزيوت العطرية، بهيدي الزيوت بنستعمل دائما 7 زيوت أساسية، ونرجع منزيد عليها شو ما كان هي بالنسبة للحالة أو للحالة حالة المريض. يعني مش بس عم نحكي يمكن عن ستريس، تعصيب، تشنجات، وجع رقبة، وجع ظهر، حتى ممكن أمراض مزمنة كمان. صحيح، عندي كتير كيسز مثلا سكويوسس بيكون في انحراف بالعمود الفقري، وهو إجمالا أثبتت كل الدراسات والريسيرش أنه الانحراف بالعمود الفقري هو فيروس سباينال فلويد، وهيدا الفيروس بيروح لأنه الزيوت العطرية هي كتير fine small molecules كتير صغيرة تقدر تخرق ال blood brain barrier، هالمسافة اللي بين الفلويد السباينال فلويد بين الدم، في كتير خلايا كتير صغيرة ما بيفوت فيها دواء إجمالا، بس الزيت لأنه مقطر على طريقة كتير fine وبيطير، يعني فبتخرق هيدا المحل وبتقدر هي تقتل كل الفيروسز اللي بتعيش بجسمنا، تشتغل على الراديكلز، يعني بتشيل كل الشوائب من الدم، تشتغل على الليمف سيستم، تشتغل على النيرف سيستم، على الاميون سيستم، على جهاز المناعة. مزبوط، جهاز المناعة، جهاز العصبي، والانزيمات اللي هي بالزيوت كتير بتساعد الغدد تبعونا تو فانكشن وتعمل بالانس فيهم. الغدد هن 7 غدد الاساسيين بجسمنا، إذا كانوا هن منتظمين وببالانس بيكون بصحة تمام، لأنه هن أساس الضغط والسكري والمبالغ كل الأوجاع اللي عندنا. كوثر، شو أبرز العطور المستعملة أو المستخدمة؟ أكثر شيء بالإسنشال أويل بنباع بيبرمنت النعنع، روح النعنع واللافندر. ولا معك هني هلا؟ عندي اياهم هلا، جبت كذا شغله معي تفاجيك اياهم. اوكي. جبت معي حامض لانه بتعرفي المي دائما ملوته، وين ما بتروحي ما بتشربي مي نظيفه، سو دائما بزيد معي بيبرمنت والحامض. اوكي. بتحطي بقلب المي نقطه مي بنقطه حامض ونقطه بيبرمنت. وهن بيعقموا المي. هلا مش بس المي بتتعقم، بناخد بصير في نسبة الالكالين ليفل بالماء بتصير كتير اقوى، وممكن كتير تفيدنا بالهضم. بعملية الهضم كمان بتساعد. مزبوط. اوكي، يعني لكل نوع من الزيوت يعالج نوع من الامراض او من الحالات اللي ممكن يعاني منها المريض. صحيح، ومنعطيهم بدروبس، يعني كل نقطة الى هيدا اول النعنع كتير بيبرمنت كتير قوية ريحته. مزبوط. لأوجاع الرأس نستعمل لافندر والبيبرمنت كمان. أوكي. الأمراض النفسية كمان نستعمل زيت الأرز اللي عنا نحنا، هو الدواء تبعنا، يعني الأمراض النفسية. كتير مهم. جبته معي سيدر وود كمان. وين؟ هيدا سيدر وود، بس ما this one للأمر. هلا مش لأنه معاني مرض نفسي. لا مش مرض نفسي، بس هيدا بخور كمان اذا تشميه تشوفي قد ايه ريحته قويه. كرمال هيك بالكنيسه وبكل الاماكن المقدسه بتلاقيهم بيستعملوا هيدا. حلو. بهيدا الكتاب هيلينج اويل اوف ذا بايبل. اوكي. اذا بنفرجيه كوثر، بس هون قبل دورك تحديدا بهيدا الشق
شو بتعملي يعني كيف بتساعد الشخص المريض؟ هو ما في يستعمله لحاله يعني هالزيوت ها؟ هو ما في يستعمله لحاله كرمال هيك جبت لك هيدي الماشين هالماشين اوكي تعمل تست نوصل على الكمبيوتر وتحطي ايدك عليها بتاخذ تقريبا 5 دقائق بتقلي النوع الزيت اللي بدي استعمله هي مبرمجه على كتاب مثل الدايركتوري اوكي هلا بتقلي شو هن الزيوت اللي بتستعملهم بس اساسا في 7 زيوت الاساسيه اللي هي على فيها فانكشن للدي ان اي تبعيتنا كيف يعني فانكشن للدي ان اي؟ الدي ان اي مثل الكمبيوتر بروسيس نحن فينا نغيرها 35% اذا بتقولي بالاكل تبعنا سو اذا عندنا اي مرض معين وغيرنا طريقه حياتنا بنون اللايف ستايل وصرنا ناكل اكل صحي وانتبهنا لحالنا شو عم ناكل اكيد بنقدر نغير الجينز تبعنا الاويل كثير بيساعدنا بطريقه انه بيشيل الراديكلز من الجسم كيف مثل ما كنا عم نقول السكن هو اكبر جهاز بالجسم تبعنا سو نحن يمكن ما بنفكر فيها انه بس اقول لهم انا بالاورجنز تبعولنا 12 عضو عندنا شو هو اكبر جهاز كل واحد بيصير يقول سكيلتون ثاني بيقول المسلز بس هو السكن هو اكبر جهاز عندنا سو اذا بنستعمله لهيدي الزيوت البور تبعنا كثير بيشبع صار كل الادويه اغلب الادويه هلا مزبوط اغلب الادويه صارت هلا هي بتحطي باتش والجسم بيشرب قد ما بده سو نقطة الزيت مفعولة كثير قوي لأنه مثل ما كنت عم بقول لك كثير المولكيول صغيرة فيها يعني بتخرق هالمسامات فالـ7 زيوت الأساسية اللي بستعملها بناكلهم نحن كل يوم كل يوم هن على المائدة تبعيتنا أول شيء بنستعمل الزعتر الزعتر عندنا نوعين زعتر الأوريجانو والثايم الزعتر ما بعرف بحطوه مع الزيتون هيك طويل والثاني المبرومة برم ورقته فهودي النوعين هن بكلينزنج للخليه بيعملوا للسيل وول ميمبرين بينظفوا الخلايا الجزئيه اللي عنا بس هن عم ناخذهم مثل ما هن الزيوت يعني هلا ليه هن مقطرين اقوى؟ ايه لانه كثير اقوى بكثير بكثير وفيهم هن صاروا انرجي بس يعني على نحن عم نشتغل على انرجي ليفل الفريكونسي فيهم كثير عاليه الفايبريشن فيهم كثير اقوى وكنت بدي فرجيك بهيدا الكتاب الفريكونسي مثلا لاكليل الجبل لحاله فوق 300 ميجا هرتز سو نحن بس يكون طاقه جسمنا فوق ال 500 ميجا هرتز ما بنمرض امور علميه كثير وبعرف انه هلا ما بدنا كثير بدنا نشربك راسنا كمان كوثر بعرف انه عم تحضري دوره مكثفه من العلاج بالزيوت العطريه وين رح تصير هالدوره تحديدا ومين رح يشارك يعني بتدعي الكل يشاركوا فيها بيقدروا يستفيدوا اكيد مين ما كان بحب يمارس هالمهنه وخصوصا اذا كانوا عندهم باك جراوند انهم ثيرابيست كثير بيهتموا بهذا الموضوع وبيكون عندهم موداليتي جديدة انه يشتغلوا فيها هذا الكور هو 3 ايام مكثف صحيح بس الافادة منه انا بدعي حيلا حدا ياخده مش بس اللي بده يمارس هالمهنة لانه المعلومات اللي خصوصا بالكيمستري والفيزيكس بتغير لنا قصة حياتنا انه من مال ما بنقعد ناخد ادوية يعني انا من الناس اللي ما بياخد دواء ابدا وعائلتي كلها ما بعطيهم ادوية لانه بنعرف الكيميكال كيف هو بيمشي بجسمنا والزيوت والاشياء اللي بناخذها كثير هي مثل القفل والمفتاح يعني انه ليه انا بدي اجي اخذ حط مفتاح بباب بعرف انه ما راح يفتح يعني ما في ولا دواء الا ما له سايد افكت كل الناس بتشوفيهم بياخذوا هالادويه هلا اكيد لها مضاعفات لها مضاعفات وعم بيكون عندهم ايذر ليفر بروبلم يعني بيكون بالكبد او بالكلاوي لانه هودي المحلين اللي بتحلل فيهم الدواء فاذا بنعرف فوائد الزيوت العطرية اي حبه دواء يعني الزيوت العطريه اذا بنعرف فوائدها مثل ما كنت عم اقول لك هي بالبايبل لحالها مذكوره اكثر من 1200 مره وفي كثير ناس من اصحابي بيقولوا لي قارين البايبل كذا مره منين جبتي هالفيرسز بس هن موجودين صحيح بس هون كوثر كثير مهم نعرف لعند مين نتوجه يعني عند اي مختص اي صحيح. معالج حتى يعرف يختار اي نوع من الزيوت مش بس واي عمليه تدليك كمان مناسبه لهالشخص اكيد هو مش تدليك بتكون هن اسمها فادر تكنيك فادر يعني شو انك عم تحطي الزيت وعم تعملي له رابينج بايدك لانه بدنا نوعي الجهاز العصبي ما بدنا ناذيه يعني بطريقه مثل ما تفضلتي بعدين الزيت مش حيالله زيت بده يكون اورجانيك اويل
وبدي يكون بقنينة مثل ما شفتيهم غامقة، والكابسول كتير فيها تايت لأنهم بتبخروا، إذا كانوا قنينة فتحة وكيف ما دلقتيهم ببقى عطيب بيكونوا مش زيت مزبوط. مش زيت مزبوط. كوثر، الموضوع كتير كبير، بعرف اليوم سلطنا الضوء أكثر على أهمية العلاج بالزيوت العطرية. شكرا لحضورك معنا كوثر، أهلا وسهلا فيك. ميرسي كتير لكم، أنا بشكركم. ويوم غد رح نتابع الفيلم المنتظر.